التاسعة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، أهلا بكم. سيدات والسادة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، نستهلها بالعناوين. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أن الطاقة التخزينية للقمح هذا العام تعدت 4 ملايين طن. جاء ذلك على هامش زيارة وزير التموين لمحافظة بني سويف برفقة وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا لافتتاح موسم حصاد القمح بالمحافظة. من جانبه أكد وزير الزراعة أنه من المتوقع أن يصل إنتاج مصر من القمح خلال العام الحالي إلى 9 ملايين طن. 6 أشهر قضتها هذه السنابل حتى وصلت إلى لونها الذهبي. 6 أشهر وإن حملت معها بعض المتاعب، فقد جاء الحصاد ليزيل كل هذا. فموسم حصاد القمح بطقوسه وأجوائه يمثل لسالم طعما آخر للحياة. زرعته التي تستمر طويلا في تلك الأرض هي نفس الزرعة التي ينتظر حصادها من أجل رفع أعباء قد عايشها على جسورها. بنجني تعبنا، ناتج شقانا وناتج تعبنا طول السنة، طول 6 شهور، مش طول 6 شهور، لا احنا بقالنا 5 سنين 6 سنين دلوقتي عشان نحول الصحراء دي زي ما حضرتك شايفها، لان احنا نوفر قطن، لان احنا نوفر عملة صعبة. الدولة بدورها رفعت عملية التوريد كي تتناسب والاعباء التي وضعت على سالم وغيره من المزارعين. احنا ما يفرقش معانا السعر، سعر القمح ما يفرقش معانا، واحنا خاصة ان احنا بننتج النهاردة وعايزين نقف جنب مصر ونطلع القمح لشعب مصر ومن أرض مصر، ده اللي يهمنا دلوقتي في المرحلة دي. هنا كانت إشارة البدء لموسم حصاد القمح الذي يبدأ عادة هذه الأيام. توقعات إنتاج هذا العام وبحسب المسؤولين قد تصل إلى 9 ملايين طن. يعني توقع ممكن نوصل 9 مليون طن إن شاء الله. إنتاج مصر من القمح 9 مليون طن إن شاء الله يا فندم. ليه؟ عشان إحنا عملنا تصوير جوي لمساحات القمح، المساحة طلعت 2,891,000 هكتار مش 3 مليون. أمر استعدت له الدولة جيدا، فإعلان وزير التموين عن دخول أكثر من 100 شونة و25 صومعة جديدة جاء ليضع القمح المصري في منعطف آخر للتخزين. عندنا 4.3 مليون طن طاقة تخزينية محترمة بما تحت صوامع أو بناكر أو هناكر أو شون مغطاة. بدأ موسم حصاد القمح ودخلت معه البشاير بخير جديد للمصريين، خير وإن كانت له نكهته الخاصة للبعض، فهو وبحسب الكثيرين بداية للاكتفاء الذاتي منه قريبا. رمضان الشحات للتلفزيون المصري.